السلام عليكم دريف دريات، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. معكم فريخ رياكشن في فيديو جديد ورياكشن جديدة. نديروا واحد التراك ديال من الرابسين المصري، بعد ما الشباب تيكتبوا لي تقول لي ليش ما بقيتيش تعمل لينا تراكات من الرابسين المصري. معلش، بس عشان ان الراب المصري كل الرابرز ماضوا مع شركات، والشركات هذه بتضرب لنا بالكوبي رايت، وفي تراكات بيتعمل له بلوك. يعني كوبي رايت مش مشكل، بس البلوك بتعمل لك بلوك على التراك، وانت بتعمل التراك وتعمل مونتاج، وفي الاخر يضرب لك التراك وبتعمل اعتراض، ومع ذلك ما يرجعوش لك التراك. بس حنا نعمل تراك من المكسيك، سلايفر واحمد سانتا وابو الانوار، تراك نزل له تقريبا 4 ايام. يلا نعمله، ليتس جو. شنو طراف ساعة الفريخ تراه براسي طار، النار النار هاد الساعة انا ناقصة اوف، ركبك الخوف تشق جوف سير لطوف، ندمت على سوء على بعث من حياتي قبل عصير، احتجيت للصرف هاد الساعة اللي بدا فيها التدمير. يلا شباب نعمل تراك ديال سلايفر من سانتا وابو الانوار، ري اميغوس ري اميغوس. والدكتور معجزة اللي ولا بيعمل لهم لي تايب بيتس، يعني من بعد لي البابا الدكتور معجزة هذا حاجة روعة في تايب بيتس. يعني شفتو اشتغل مع كتير، ويعني بروديسر جاي في الطريق حتى هو الدكتور معجزة هذا. حتى في التراك اللي عملنا بتاع ابو الانوار واحمد سانتا، يعني الدكتور معجزة ابدع في تايب بيتس اللي بيعملهم. يلا نشوفوا التراك هذا، ولكن قبل ما نضغط على بلاي نزل اشترك في القناة لو اول مرة تشوف فريخ رياكشن، ولايك واعطينا رأيك في التعليقات. يلا ليتس جو. سلايفر عملت ليه تراكات، يلا ابتدى عملنا ليه تراكات، كان حتى هو هاول بيعمل يعني فيتشرينج مع احمد سانتا وابو الانوار. يا سلام يا سلام. اي هذا الكافر هذا يعني مصورين في الهرم الجيزة الجيزة. يلا احنا جينا من لا شيء، جينا من الزيرو، فبنقدم بالناشئ اذا تنمرض على سيدو التلاتة اميكو. احنا جينا من لا شيء، احنا جينا من الزيرو. بطبيعة الحال اي رابرز بيبتدي من الزيرو، عشان الراب في الشارع، والشارع يعني اكتر رابرز بيبتدوا يعني مع الحديدة، فهمت؟ يعني لازم انك تبدا من الزيرو. اذا تنمرض على سيدو التلاتة اميكوس، ضرب شباب دي اديبوس، مكسيكانو بروفين اللاتينو، استخرج اي حاجة من حياتي بالملقط طلع فوق. ده احمد سانتا. يا سلام. مكسيكانو بروفين اللاتينو، استخرج اي حاجة من حياتي بالملقط طلع فوق، ومولع النور زي المنطود مش في الراب. اوه علم وورد بلاي، كيف حرك اي حاجه مني بالملقاط، يعني ما بحسش، يعني بالملقاط اقدر اخرج اي حاجه. ايش يعني استخرج اي حاجه من حياتي بالملقاط طلع فوق، ومولع النور زي المنطود مش في الراب بس في الفندق اجي ولا، عشان عارفين المنطاد يعني بيطلع، لازم تكون في ذيك النار بيطلع فوق. طب 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 جنب الميني بور، اول لقطه مع دكتوره طلبت ليها سي بي ار، راسي تلف افتح لك دماغك لو لقيت دماغك قفل، جبت العين فوق الحواجب. احمد سانتا مبدع مبدع صراحة. حط الرمش تحت الكيف، رحت ليها كانت قلعة يعني كانت بانية حصت، ماليش دعوة بالحكومة بس بيني ليا اسم. جايبينها من الزيرو يا شيك، نهاب الخالق ما بنهبش العبيد، انتو طر هتلاشيك ومضي، لو جالي ارضي اصولا منا راضي. شيك وحر انت كسر، افتح لك مصحة انت كسر. على الفلوات فلوات الجديدة. شيك وحر انت ركب التاكس كريزي بوي، بتاجر في البورصة بالسهم بتاع تروي، بنزل ستوري فاكر التوي، عامل مش شايفكو فوي فوي. احنا جينا من لا شيء. يا سلام يا سلام يا سلام. جينا من الزيرو فبنقدم بالناشئ، اذا تنمرض على سيدو ايوه التلاتة اميكوس، ضرب شباب دي اديبوس، مكسيكانو بروفين اللاتينوس.
شي لاعبينو تقول انه يعني هاد الانواع ديال لي تايب بيتس بيكونوا يعني التيمبو نازل وبيكون ثقيل. يعني الدي جي سكرو يعني هذا الدي جي سكرو يعني قديم مات هو على الطابل بتاع الميكساج بتاع كان بيع من هاد يعني هاد لي تايب بيتس زي كده يعني ثقيل يعني مخمخ معاه. مكسيكانو برو فين اللاتينو مش مش بي في انا عندي رسالة واجهة الجمهور ذوقك الموسيقى ابو الانوار في زينة خطي احنا بعنا عشان بنتشارت على المنا ليبلز بترن السؤال عننا لو بتسأل على المزيكا البيت ده برودد باي معجز انا ليت القلب مالاش تمرينة يا جيتا عشان كده انا باجي اسويكم موكيت لاك ماني انا كده اجي اسويكم موكيت بابتاتي خاصة يعني اتمشى عليك خاصة لو شوكوليتا عايزة حد عنده حياة وده انا مش انت فراحي حالتها على بيكو ولا ايه تلينا مرة شفنا النايس بينكو اوه لز امبيونس احنا فينا وانتو فينكو العب بيكو كرة يا حبيبي تشيفي تشين احنا جينا من لا شيء جينا من الزيرو. واش سلايفر دخل معاهم يعني المكسيك ولا غير عمل معاهم يعني فيتشيرينج بلي يمكن عمل معاهم شي تراكات تانية من غير هذا يعني فبنقدم بالناشئ إذا تنمرض على زيدو التلاتة أميغوز أنتو الضرب شباب دي أديبوز مكسيكانو برو فين اللاتينوز كله يرفع إيده فوق أنا جيت لما باجي مش ببين لكو صوت أنا جيت كله يفوتر الشباب تحس إن أنا ديت مش هسيبكو تعدوا مني مين قالكو إن أنا جيت أنا أوه يمكن لابس سلاسل وتوكا بس أخدك في دوكا ودكانة ودوكا انت شكلك جاي منك ترازي واخواتي الزوكشات مش هتحلك ففك بتقولي اني حلو وبصهر قلت لها حبيبتي بس انا مش مك في الرحلة يا سلام يا سلام بتقولي اني حلو وبصهر قلت لها حبيبتي بس انا مش مك في الرب انا جامد زي ابيو في الشعب عالمي زي دقدو او اوكا واكمني اطلنا الشراوت الابيو في الرب انا جامد زي ابيو في الشعب عالمي زي دقدو او اوكا واكمني شاكوش فبدق هنا عشان يتل اوكا يعني داهم شاراوت تشاوم تشاو يا سلام يا سلام ديدي كاس هذا ديدي كاس فهمت يعني مش كلاش ولا بيك لا يعني في الشعبي رانا اوكا وفي سميتو راه ابو يوسف يعني انا جامد زي ابيو في الشعب عالمي زي دقدو او اوكا واكمني شاكوش فبدق انت مسدس صوت يا اسطى انت بق انت قاعد بتهز وبتلق هذا وش هذا رميه مروان موسى يمكن الشاكوش دق انت مسدس صوت يا اسطى انت بق انت قاعد بتهز وبتلق استخبى مني فين الدنيا حقفه بشق التيشيرت زي هوجا من نص بالظبط انتوا بتخربوا بتناموا من نص بالظبط بلعب زي هوجن هوجن هالك هوجن يعني بيشق القميص الكاتش بشق التيشيرت زي هوجا من نص بالظبط انتوا بتخربوا بتناموا من نص بالظبط بلعب معطلش مش بقعد حتى لو اتصاب لسه بعيد بصبر نفسي انا واقول جينا من لا شيء جينا من الزيرو فبنقدم بالناشئ صراحه سلايفر الهوك عمله بواحد الطريقه جميله اذا تنمرض على سيدو الثلاثه اميغوز انتوا الضرب شباب دي اديبوس مكسيكانو برو فين اللاتينو يا سلام اي دكتور معجزة عند هاوس ابو الانوار سلايفر سانتا عند بيلدينج جود جوب يا سلام يا سلام راك جامد صراحة يعني التكنيك لعبوا به خطير تكنيك لا سلايفر خصوصا احمد سانتا عجبتني ديك الدخله كيف دخل يعني وفي الانوار تاهو الفلوات هادشي اللي قالت تلعب بالفلوات يا سلام عليك. مهم ان شاء الله يكون هذا تراك يعني الثاني بعد الرجوع للراب سين المصري ونتمنى ما يضربوش لنا راه يونيفرسال حتى هي اللي عامله يعني يونيفرسال هي اللي مسكت تقريبا الراب يمكن في مصر والله حتى في المغرب مسكت شباب عندنا حنا في المغرب. مهم قول لي في التعليقات كيف جاكم التراك كيف جاتكم رياكشن ولايك اعطينا رايك في التعليقات وبيس لكم وشكرا لكم السلام عليكم.